نشان عبدال صحابي حر نشان عبدال صحابي حر. السلام عليكم ورحمة الله أجر في الأول، مرحبا بكم. المكتب الوطني أو الأمانة الوطنية لحركة رشاد تجتمع وتخرج بهذا البيان اللي نشرته اليوم، وحاوليك نشوفوه مع بعض. بيان عن اجتماع المجلس الوطني. عقد المجلس الوطني لحركة رشاد اجتماعه في دورة عادية بتاريخ 3 أغسطس 2022، وقد ناقش المجلس الوضع الراهن في الجزائر، خصوصا ما يتعلق بالمعتقلين وعائلاتهم وسبل دعمهم قانونيا وماديا في الوقت الذي تنفي الواجهة المدنية للعسكر وجود معتقلي رأي معتبرة الأمر أكذوبة القرن، وذلك حتى قبل أن يصدر حكم قضائي نهائي في حقهم. وقد قام المجلس بتأكيد هدف حركة رشاد المعلن في ميثاقها المنشور بتاريخ 18 أفريل 2007 والمتمثل في التغيير السياسي والجذري بالوسائل اللا عنفية بإشراك كافة شرائح المجتمع الجزائري في سبيل إرساء دولة القانون والحكم الراشد، دولة مدنية تتحكم ديمقراطيا في القوات المسلحة وقوى الأمن. كما رحب المجلس بالنداءات الداعية للمعارضة للتشاور وفيما بينها من أجل توحيد تصور الانتقال الديمقراطي ودعم الأمل الذي بعثه الحراك. وعلى الصعيد التنظيمي للحركة، ونظرا لتعذر انعقاد المؤتمر في الظروف الحالية، فقد قرر المجلس الوطني تجديد هياكل الحركة بما في ذلك الأمانة التي صارت مكونة من رشيد مصري، نازيم طالب، محمود العقبي، يونس بهلول، ومراد دهينة كنطق رسمي. كما قام المجلس باعتماد وإطلاق برامج وورشات إعلامية وفكرية وسياسية تصب في مسعى التغيير. انتهى البيان. واش لاحظوا هنا؟ لاحظوا اسم زيتوت محمد العربي غاب من الأمانة الوطنية للحركة، وهنا نعيبوا على رشاد اللي عندها نفس ممارسات النظام لما يتعلق الأمر بإبعاد مسؤول من عندها أو تعيين مسؤول جديد، نفس الممارسات كالنظام. قول وتم إبعاد المناظر العربي سيطوط للأسباب التالية. وعليش تخلي الغموض؟ أنت راك تحارب في نظام يستعمل التعتيم الإعلامي، نظام يستعمل التحميريت، يحب يستحمر الشعب، وتجي دير كيفه؟ ما تقولش بلي راهو تم إبعاد محمد العربي زيتوت للأسباب التالية. قولوا علاش؟ وتم تعيين فلان وفلان كالناس اللي مش معروفين، يزم تعرف بهم، مش الناس تثيق فيهم، تعطي اسمك ذاك قلت لا سي محمد. هذا اللي إذن إبعاد محمد العربي زيتوت هو النقطة الرئيسية في هذا الاجتماع اللي دارته الأمانة الوطنية. ونعرفوا باللي المجلس الوطني، والمجلس الوطني وين عقد؟ ما قالولناش فين عقد. هاي اللي كانت الأساليب العصابة، نعقد في جنيف، كنا نعقد في جنيف، ماشي عيب، لأنك مش ممكن تعقد أي اجتماع في الجزائر، لأنه قيادة رشاد ما يقدروش يدخلوا الجزائر، راهم على قائمة الإرهاب. وبالتالي العصابة تفرض على الأحزاب السياسية والحركات السياسية المعارضة، تفرض عليهم العمل في الخارج. يقولها يا أخويا
كما تقول لي مش نعنو مؤتمر في الظرف الحالي، لأنه ما تقدرش مثلا تتصل بالعناصر القيادية اللي موجودة في الجزائر. إذا كان عناصر قيادية في الجزائر على كل حال، هذا اللي بنادم كيشوف يقول واش راح ينهار بين من الحبس نطيحوا في بابه وإلى نفس أساليب العصابة، نفس أساليب العصابة الحاكمة. قول نعقد المجلس في جنيف كما قلت نهار 3 أغسطس، يتعذر انعقاد مؤتمر نظرا للقمع اللي راهم يتعرضوا له الأحزاب السياسية المعارضة، تم إبعاد المحامي العربي زيتوت للأسباب التالية، لأنه صح العربي زيتوت كي يعمل في لايف ديالو وكذا ما يدخلش في رشاد، ويخدم هو وخاوته ماشي مع رشاد، والمداخيل تاع اليوتيوب ما يمدهاش الرشاد، المفروض يمدها للحزب للحركة، هو ماهوش صحافي إعلامي محترف باش قريتي ولا ومام ماشي ماهوش داير قناة إخبارية ليتنا فيها مختلف المواضيع الإخبارية، لا هو يجي يتكلم كمناظر سياسي يمثل حركة وبلا ما يقول أنا يمثل حركة. المفروض هذه المداخيل تاع اليوتيوب ما شاء الله تمشي لحركة رشاد، هذا هو، والمداخلة تاعو تكون دائما باسم حركة رشاد باعتبار أنه عضو قيادي في حركة رشاد. هذه اللي أعابوها عليه الإخوان في حركة رشاد ما قولوهاش، لا قول يا خويا وخرج عنادي، مليح مليح الشفافية، هذا الشعب يثق فيك، لما تكون فيها شفافية الشعب يثق فيك. أنا كنما نتكلم أكنت حزب معارض أو كنت عصابة حاكمة، أنا يا نعطيك رأيي كصحفي، من جامل هذا من جامل هذاك، ماشي الشيء اللي نعيب على العصابة الحاكمة نغفل عليه لما يتعلق الأمر بحزب سياسي معارض، لا ما هوش دوري هذا يا. أنا ما نلتزم بحتى خط سياسي لا أي حزب، هذا شيء لا. وعلاش؟ استقلالية الإعلام، هذا هو استقلالية الصحافة، الإعلام يكون مستقل من المعارضة ومن الحكم، باش الرأي العام يقدر دائما يقدر يكون فكرة حول كل ما يجري في البلاد. أما إذا انحزت إلى حزب كذا وكذا راح خلاص دخلنا فيها كم دخلنا في حيط. دونك نتمنى على كل حال التوفيق رشاد، ونتمنى أنه حركة رشاد تقدر إن شاء الله تعقد مؤتمرها في الجزائر عن قريب، وعن قريب تسقط عصابة العصابة الحاكمة. عشرية وإحنا خرجنا بالسلمية، أتقلوا قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية. يسقط يسقط حكم عسكر تسقط المخاطر.